معنا من واشنطن الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين. سيد عبد الحسين، مرحبا بك معنا. إذن واضح أنه الجانب الأوكراني يصعد من هجماته بالمسيرات سواء الجوية أو البحرية في البحر الأسود. هل تبدو هذه الهجمات من وجهة النظر الأمريكية ناجعة حتى اللحظة؟ مساء الخير. التقييم الأمريكي لا يعتمد على المسيرات وحدها، طبعا الاهتمام ينصب على قدرة أوكرانيا على شن الهجوم المضاد الذي يتم الحديث عنه منذ أكثر من أشهر. يعني قالت بعض المصادر والتقارير أنه فعليا بدأ، ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك أي اكتساح أوكراني لأي مساحات تسيطر عليها روسيا على غرار ما حصل قبل عام. فأعتقد أنه هذا الأساس في الدعم الغربي لأوكرانيا، يعني لإحداث تغيير على الأرض. أما المسيرات، يعني لا أعتقد أنه الغرب والولايات المتحدة تعول على أي انتصارات، هي على الأرجح يعني نوع من الحرب النفسية أو الضغط الإعلامي الذي تمارسه كييف على موسكو، وطبعا موسكو تمارس عمليات نفسية مشابهة. ولكن سيد عبد الحسين، عسكرة البحر الأسود والتحول لضرب الموانئ المضادة والأخرى، يعني هل هذا سيصب في مصلحة إعادة اتفاق الحبوب إلى مكانه الصحيح، أم أنه سيعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن؟ الأرجح أنه سيعقد موضوع الحبوب أكثر. طبعا يعني أعتقد أنه هذا يجري بعدما أيقنت العواصم أنه يستحيل تجديد صفقة الحبوب. المواجهات البحرية ليست مستجدة، وكان هناك في الماضي كان هناك انتصارات عديدة للجانب الأوكراني، إن في تكبيد يعني سفن روسية كبيرة، خسائر كبيرة، أو في مهاجمة جسور أو موانئ. ولكن كما تفضلت، العملية تتسع، الرقعة المواجهة تتسع، وأعتقد هذا يؤثر على الحركة الملاحية المدنية بشكل عام، بما في ذلك موضوع الحبوب بين الدولتين. وموسكو تؤكد قدرتها العسكرية والتقنية للقضاء على التهديدات في البحر الأسود. ألا يدفع هذا الأمر برأيك سيد عبد الحسين لعزل الجانب الأوكراني عن البحر الأسود من الأساس، وبالتالي ربما السيطرة على ميناء أوديسا وهو المنفذ الوحيد للجانب الأوكراني هناك؟ يعني صراحة أعتقد أنه لو كان لدى موسكو القدرة على القيام بذلك لقامت به. طبعا لا شك أنه لدى موسكو القدرة على إسقاط مسيرات، وطبعا بعض المسيرات يعني تفر ولن تتصدى لها، لن تتمكن الدفاعات الجوية الروسية من التصدي لها. ولكن بشكل عام أعتقد أنه هذه هي الخطوط المرسومة بين الاثنين. لا قدرة حاليا، حتى الآن لا قدرة لدى أوكرانيا على إحداث فارق في الهجوم المضاد المنتظر، وكذلك الأمر لا قدرة على روسيا على يعني توسيع رقعة سيطرتها أكثر مما عليه. ونحن نعرف أنه حاليا روسيا يعني حفرت خطوط دفاعية في الأراضي التي تسيطر عليها داخل أوكرانيا، واستمعنا في التقارير يعني اليوم أنه روسيا تقول نحن نريد فقط هذه الأراضي. إذن يعني هناك يعني مثل تصور روسي أنه لن نوسع السيطرة على أراضي أوكرانية أكثر من التي نسيطر عليها. وهذا ما قاله بيسكوف بالفعل. أيضا مما يلفت، زيلينسكي يثني على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والألمانية ويقول بأنها فعالة للغاية وأثمرت عن نتائج كبيرة. هل تعتقد بأن الأنظمة الدفاعية كافية لقيادة هذا الهجوم المضاد المنتظر أمريكيا على الأقل؟ لا أعتقد أنه هناك نظام دفاعي من صنع أي دولة في العالم قادر على وقف كل الصواريخ أو كل الاستهدافات. طبعا هي يعني هذه الأنظمة الدفاعية تنجح بوقف نسبة معينة، 60-70 حتى 90%، ولكن في نهاية المطاف هناك صواريخ وهناك مسيرات سوف تمر عن هذه الأنظمة الدفاعية. هل هي تساعد أوكرانيا في الهجوم المضاد؟ أعتقد أنه هي تعطي بعض الطمأنينة لكييف وللمدن الأوكرانية، لأنه هي فعليا عانت على فترة، يعني كان هناك استهداف لمحطات كهرباء وكان هناك استهداف لمضخات مياه، وهذا ما
يعني أثار مشكلة كبيرة لدى المدنيين، لدى الحكومة، قدرة الحكومة على تأمين الخدمات للمدنيين الأوكرانيين. أعتقد أن الدفاعات الجوية تساهم في ضمان الأمن يعني المدنيين من هذه الناحية، ولكنها لا تؤثر في أي هجوم قد تشنه القوات الأوكرانية. طبعا نحن نتحدث عن يعني نموذج يختلف عن مثلا حرب 73 عندما قامت القوات المصرية بإقامة مظلة من صواريخ السام حتى تبعد سلاح الجو الإسرائيلي. الدفاعات الجوية الأوكرانية حاليا تختلف، يعني لا يمكن جرها إلى الحرب، هي فقط تقوم بالدفاع عن المدن الأوكرانية والأماكن المأهولة أوكرانية. هل هناك أي تصورات سيد عبد الحسين أمريكية لتقديم أسلحة نوعية؟ لأنه الجانب الغربي في الفترة الأخيرة لم يستجب للنداءات الأوكرانية التي تطالبه بضرورة الحصول على أسلحة نوعية للدخول للعمق الروسي. هل هناك أي تصورات من أجل تزويد الجانب الأوكراني بأسلحة نوعية من أجل إعادة الأراضي الأوكرانية؟ طبعا هذه يعني الممانعة الغربية تبدو وكأنها متدحرجة، يعني هي بدأت كانت تمانع إرسال أو تزويد الأوكران بعدد كبير من الأسلحة، وأعتقد هذه اللائحة من الممنوعات أعتقد أنه رأيناها تصغر شيئا فشيئا وتتراجع، وأنه لائحة يعني ما توافق على إعطائه لأوكرانيا صارت تكبر شيئا فشيئا، وهذا حسب تطورات الحرب. وطبعا لو عدنا إلى التاريخ لرأينا بهذا الأسلوب أيضا، يعني الولايات المتحدة تدخلت في أوروبا في الحربين العالميتين، أولا يكون هناك يعني موقف ممانع لعدم الاستدراج والدخول في الحرب، وثم تكبر لائحة التزويد وتكبر كمية الدعم. أعتقد أنه في هذه الحالة سوف نستمر، سوف نرى أنه لائحة ما الممنوعات الغربية إلى أوكرانيا أعتقد أنها ستصغر. الخط الأحمر الوحيد هو أنه تحالف الأطلسي الناتو والولايات المتحدة لا ترغب في الدخول في مواجهة مباشرة عسكرية مباشرة مع القوات الروسية، أعتقد هذا الخط الأحمر الوحيد في هذا الموضوع. حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك.